كان الدرجة اللي هي استطالة اليد الى جسد او باماكن العفه في المجني عليها بتعد جنايه وهي هتقوم بالمجني. اسمح لي بس اقول بس انا عارف ان انت عايز تسال ده عشان ايه تقارن بين ده وده بالظبط كده وتطلع الشاب في قضيه كده. التجمع على انه بطل يجب ان يرفع على لا انا ما قلتش كده يا فندم انا ما قلتش كده انا ما قلتش كده يا فندم انا ما قلتش كده انا ما قلتش كده لا يا زوال انا ما قلتش كده خالص تيجي نشيله لا لا انا ما قلتش كده خالص انا ما قلتش انا قلت سلوكيات خطيره انا ما قلتش كده نكلله لا يا فندم لا 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 انا بتكلم على سلوكيات اسمح لي بس اقول بيها انا اول حاجه بحكي انا يا استاذ عصام سلوك غير لايق يا استاذ عصام انا عايز اسال حضرتك بقى يا استاذ ما ينفعش انا ما اقدرش حضرتك يا استاذ كونك كانثى مفروض انك انت ما تقوليش كلام خالص بعد اذن حضرتك بعد اذن حضرتك استاذ وائل لو سمحت لي بس انا كنت بتكلم تتعلق على ده ايه اتفضل ما هو كلامك مستفز يا استاذ لا معلش بعد اذن حضرتك سلوك غير لايق ايه لا ثواني بس يعني ممكن تسمي ده بنتك في الشارع ولا تعالى اشربي الكافيه على كافيه قهوه وتقول انا اسلوبي غير لايق لا هتقولي لي كده لا بس ترد على اتفضل انا اللي انا اتعودت عليه وتربيت انا عليه كانت والدتي الله يرحمها هي ووالدي كان يقولوا لي وانت ماشيه في الشارع اذا شفتي حد بيضايقك ما تلتفتيش اليه لا شمال ولا يمين ولا ليكي علاقه بيه هو مش هيقي منك راجع هيمشي وهيسيبك انا اتربيت على كده انا دلوقتي اللي انا بتكلم فيه انا شايفه انه والحقيقه انا بقول لاي حد اذا لقيت حد بيعاكسك انا قدمي اجراء قدمي بدائل ايوه ده خدي اجراء التحرش اللي لا طبعا خدي اجراء وانا انا مش لا انت بتقولي لا امشي أنا على طول و... ما هو ما جاش فهنا هيفضل بقى ماشي هيقول لك كلام اباحي لو قال لي كلام اباحي او تطاول عليا باللفظ او بالفعل انا هتصرف وهاخد لكن لو قال لك تعالي معايا ولا هعمل نفسي سامع ولا هعمل نفسي سامع يعني انت بتدعي الناس كلها انها تسلك سلوكه لا انا ما بدعيش لو سمحت يا استاذ وائل انا ما بدعوش انا من البدايه بعد اذن حضرتك انا من البدايه بقول دعوة. انا ضد اللي الولد عمله انا مش مع اللي هو عمله انا قلت لك سلوك غير لائق لكن انا لا اعتقد يا جماعه لا اعتقد انتم تفتحون الباب لا انا لا لا, 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 لا بالعكس على فكره اللي حصل بتدلع الاستاذ وائل استاذ وائل لغى التحرش خالص هي عندها وقال لك سبت وشوشه بتدلعه بقى احنا بنتكلم على يا استاذه ما ينفعش مش حاجه اسمها اسلوب غير لائق بعد اذن حضرتك بعد اذن حضرتك يعني ايه اسلوب غير لائق لا معلش احنا مجتمع شرقي يا استاذ طب الحمد لله انك عارف طيب. ان احنا مجتمع يعني اللي هو بقصده يا دكتورة ان الاشياء تسمى بمسمات التحرش لا انا شايفة خليني بس التحرش ما ينفعش تسميه شوشو ولا الاغتصاب تسميه سوسو هو اغتصاب هو تحرش ايوه لو كان تحرش ياخذ اشكالا مختلفة يبقى يعني يبقى في بقى مادة في القانون تقول لي مادة ما في مادة في القانون المضايقات والمعاكسات يعني انا 30 سنة بدل السباكة في امال ايه يا استاذ عايز اقول لك زي ما بنختلف انا وحضرتك في تفسير القانون قد يختلف القضاء وقد يختلف مكان تناقض في التفسير الامر وارد يعني يا استاذ صعب طيب يا جماعة لو سمحت بس هاخد بس التليفون عشان بس مهندسة مارينا اتفضلي انا هسمع تعقيبك